الأماكن المنكرة، لأن هذا اختلاط فاحش قاعة مسجد علي بن أبي طالب وأماكن أخرى مماثلة، سيدي جابر ومسجد اللي جنب الحديقة الدولية، بتحصل فيها منكرات فظيعة مع أن النساء لا يلتزمن بالحجاب، والأماكن فيها اختلاط فظيع جدا، من كلام منكر لا يجوز ذلك، وهذه أفراح ليست إسلامية. وما أنصح الإخوة بهذه المساجد وأمثالها التي يعني يحصل فيها هذا الاختلاط الفظيع، وغالبا ما تكون مقصودة من عدة يعني أفراح يا مسجد فيصل لك، بيحصل فيه ان كان ناس كتير جدا بيروح من الفرح نفسه، اذا كنتم انتم ملتزمين يجي لك غير الملتزمين لا يعرفون المسجد الحرم. ده رأي يعني مجرد رأي. ابتدائي نبقى فيه مشترك ولاد وبنات، اعدادي وثانوي نبقى منفصلين، جامعة نبقى مشترك. إعدادي زي ما قلت لكم في الأول بيبتدي 13-14 لغاية 19 كويس، اللي هو دخول الجامعة أول سنة في الجامعة. يبقى كل السن الفيتين ده ليه؟ السن ده اللي بتتكوني فيه أنت كبنت، وإحنا عايزينك تطلعي بنت 100%. ما ينفعش بنت تطلع 90% بنت و10% أولاد، أو عايزين الولد يطلع ولد تمام، يبقى ولد ولد، ما يبقاش ولد 90% وفي حتة بنوتة. فلو الولاد اتجمعوا يا البنات في السن ده، السن ده بيعطل نمونا النفسي، النمو النفسي. انا كبنت لما اقعد في وسط بنات هاخد راحتي خالص، وهتعلم منهم كبنات زي، وهاخد منهم، وهتكون النتيجة اطلع بنت تمام. طب لو في ولاد هطلع بس بنت، بس هطلع بنت مسترجلة شوية لأن خدت حتة ولادي. طب لو في ولد في وسط بنات هيطلع ولد بس بنوتة شوية، ده مش حلو، البنت المسترجلة مش حلوة والولد البنوتة مش حلو. فمن المناسب ان الفترة دي اللي هي فترة التين ايجز ان بنات يبقى في وسط بنات، يطلعوا بنات زي الفل، يطلعوا بنات حلوين قوي، ولد في وسط ولاد يطلع ولد ممتاز في المرحلة دي.